نرحب بكم من جديد مشاهدينا. يواصل المبعوث الأممي إلى سوريا جهوده لتشكيل اللجنة الدستورية في الوقت الذي انحسر فيه اعتراض النظام من عموم القائمة الثالثة إلى 6 أسماء فقط. يأتي ذلك كما أشارت مصادر إعلامية لسعي أمريكي لإدراج قوات سوريا الديمقراطية في مسار الحل السياسي. نتابع التقرير التالي. نفذ لك صاروخ تحت. دكتور زكريا، يعني كما شاهدنا في التقرير، النظام ينقل أو ينتقل من إعاقة القائمة الثالثة للاعتراض على الأسماء، كيف تنظر إلى هذا الموضوع؟ طبعا النظام في المرة الماضية كان حتى يرفض القائمة الثالثة بالمطلق، بعدين صار في اعتراضات، بعدين اليوم تم أظن إبعاد 6 فقط، يعني صار في إكس عليهم، لكن وبنفس الوقت تم الاتفاق سواء مع الهيئة العليا للمفاوضات من طرف المعارضة ولا من طرف النظام أن يكون 30% من اللجنة الدستورية من النساء، هذا أيضا تم الاتفاق عليه. الآن في ضغوط مختلفة، لا أعتقد النظام رح يرفض الموضوع. اللجنة الدستورية والانتخابات الآن بده يمشي بطبيعة الحال، لهيك أعتقد النظام عم يسرع في هاي العملية العسكرية بحيث أنه يحاول يسيطر على أكبر قدر ممكن من المناطق، بحيث أنه هو تقدم وهي المناطق تحت سيطرته، أنه عم يحاول يدخل في مدخل آخر. لكن الآن أعتقد ما هو بعيد الآن يتم الإعلان النهائي بخصوص اللجنة الدستورية وهذا الموضوع. يعني الآن المعارضة تقريبا يعني جاهزة واتفقت على هذا النقاط، النظام اعترض وتم تخفيض اعتراضه إلى 6 أشخاص فقط، صار في عليهم فيتو ووقفت الأمور بهذا الشكل. يعني الآن ينبغي أنه تمشي حقيقة موضوع اللجنة الدستورية والانتخابات، يعني ممكن تمشي وممكن تعطي نتائج، وهذا أعتقده بحال صار في ضغوط حقيقية. اليوم في ضغط أمريكي أو أوروبي إلى آخره بهذا الاتجاه، بحيث أنه يحصل هناك فعلا لجنة دستورية ويحصل فيها انتخابات. وفي حديث أيضا، بس ما زال لسه يعني في الأروقة وما زال بسيط، على إمكانية مجلس عسكري يعني يشكل من طرفي النظام والمعارضة للملمة الأوضاع. في أحاديث كثيرة عم تدور في الأروقة بهذا الخصوص، لكن هل هي ستنجح؟ أعتقد نسبة التفاؤل أو نسبة أنه ممكن تنجح هي مرتفعة أكثر من قبل، رغم أنه النظام عم يحاول الآن يسرع في عمليته العسكرية ويسيطر، لكن الآن الوضع يمكن ربما أفضل بقليل. الإيراني بظرف بائس للغاية وعم يزداد صعوبة يوم بعد يوم، وحتى اليوم صار في يعني أسطول بحري أمريكي فقط من أجل القوات الإيرانية، وأي حركة ممكن تحصل أو أي تهديد ممكن تقوم فيه إيران. طبعا سابقا كان في تهديد أنه أمريكي تجاه إيران بحال أنه بيصير في أي استهداف أو أي أذية لحتى لجندي أمريكي في المنطقة، أنه رح تكون نتيجة يعني كارثية وإلى آخره. أعتقد يعني الأيام الشهور القادمة مليئة بأشياء كثيرة. طيب، عن اللجنة الدستورية، يعني سيد محمود نجار، هل يمكننا القول أنه نظام يتخوف فعلا من لجنة دستورية أو حتى بدأ أعمال هذه اللجنة؟ أولا يعني موضوع اللجنة الدستورية وهذه الهالة الكبيرة التي أعطيت لها، نحن في سوريا لم تكن مشكلتنا في الدستور، وإنما مشكلتنا الأساسية هي في تطبيق هذا الدستور. من الضامن الذي يضمن هذه الدساتير كائنا ما كان هذا؟ حتى لو أتينا بدستور سويسرا وكانت هذه الطغمة الحاكمة هي موجودة فيه، هل هناك ضامن لبقاء الوضع آمن للسوريين؟ هذا أولا. ثانيا، اللجنة الدستورية الآن بدأت تأخذ شكلها النهائي، والدعوة لرياض 3 أصبحت جاهزة
وناجزة، والأسماء تم تحديدها بعد أن تم التوافق على دخول قوات سوريا الديمقراطية، أو مجلس سوريا الديمقراطية بالأحرى، وليس قوات، مجلس سوريا الديمقراطية، الدخول إلى القائمة. وبالتالي تصبح الأمور يعني من ناحية ما تحدث عنه الدكتور أصبحت أكثر جاهزية للانطلاق وللمسير باتجاه تحقيق المراد من هذه اللجنة الدستورية أو من هيئة المفاوضات باتجاه الحل. ولكن يعني يتحدث اليوم، البارحة كان هناك اجتماع في جنيف لبعض القوى مع الأوروبيين بإيجاد ما يسمى بهيئة عدالة انتقالية تبدأ بعملية المحاسبة وبضمانة أممية لعملية المحاسبة وليس بضمانة داخلية. حديث يجري منذ يومين في جنيف بسويسرا حول هذه المواضيع. المسألة بدأت تأخذ شكلها النهائي. الدعوة لرياض 3 لم تعد بعيدة، يعني أيام أو أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع بالكثير تكون الأمور قد سارت بهذا الاتجاه. نأمل أن تنتج مفاعيل حقيقية برعاية أممية دولية بحسب قرارات الأمم المتحدة، قرار جنيف 1 و22 و54 لتحقيق العدالة الانتقالية وإنهاء هذه الطغمة نعم المجرمة التي نعم حكمت البلاد بشكل مزر لم يسبق له في التاريخ، لا القديم ولا الحديث ولا الأساطير. نعم طيب بشكل سريع دكتور زكريا، يعني اليوم هناك دفع لإشراك قوات سوريا الديمقراطية في الحل السياسي واللجنة الدستورية، يعني برأيك ذلك ألا يهدد بنسف كل القوائم السابقة التي يعني تم إعدادها؟ هلا بصراحة كل هاي النقاط اللي تم الحديث عنها هي نقاط عامة تحتاج كثير لتوضيح والدخول في التفاصيل، والشيطان يكمن في التفاصيل أيضا. اليوم إذا جينا انتقلنا أول شغلة، لجنة دستورية هل هي معنية بوضع دستور فقط وحسب؟ طبعا تفضل فيه الأستاذ محمود، إحنا مو مشكلة الدستور أوكي، لكن هو الموضوع يعني ما أعتقد فقط على لجنة دستورية تصيغ دستور بأي طريقة بغض النظر عن، لكن كيف بعدين رح يتم هناك انتخابات، أو هل ستكون برعاية أممية وانتخابات لا يترشح فيها بشار الأسد والأخير، هاي التفاصيل اللي هي مهمة اللي هي المعنية بظل هذا الموضوع. هل إذا حصل هذا الموضوع كمان المرحلة الانتقالية بتكون خالية من كل الاتفاقات اللي عقدها النظام وباع فيها البلد للروس والإيرانيين؟ في تفاصيل طويلة عريضة بتدخل في هذا الموضوع. موضوع الآخر إشراق قسد، هل هو ممكن؟ أعتقد هو إشكالي بشكل كبير، لأنه القسد في إشكال كبير بينه وبين القوى الثورية الوطنية إلى آخره. هل ممكن إشراكه بشكل رسمي في سواء بالهيئة العليا للمفاوضات؟ لا أعتقد. الأمريكي عم يطلب إشراكه في الحل السياسي. هلا عمليا إذا صار في هناك حل سياسي وصار في هناك ترتيب لمجلس عسكري فبدك تتفاهم مع قوى عسكرية، لكن بالإشراك السياسي أعتقد القوى الوطنية بالعموم هي رافضة لهذا الموضوع، تركيا بترفض هذا الموضوع، غير ممكن يكون في هناك يعني دعوة بشكل رسمي. نحن ما بننسى أنه هاي القوى ارتكبت مجازر بحق السوريين، يعني اليوم اللي شو اللي فرق بين اللي مارسه داعش تجاه قوى الثورة والمعارضة واللي مارسته قسد عموما؟ في اشكال يعني، فبشكل رسمي اعتقد بعيد ما ممكن، لكن عمليا في الترتيبات التنفيذيه وهذا لاحقا في حال يعني تم انجاز هاي العناوين الرئيسيه والانتقال للتفاصيل اعتقد ممكن كقوه موجوده اذا كانت تخلت عن مشروع الانفصالي وعن ارتباطها بالاجنبي ممكن يكون في هناك حالة تفاوضية ولكن هو يعني للوصول لحالة نعم وطنية طرح يعني. يعني دخول قسد. نعم. طيب يا سيد محمود نجار، بالنسبة لدخول قسد في سياق الحل السياسي، ألا تعتقد أنه يمكن له أن يضعف جانب نظام الأسد؟ طبعا إذا دخلت قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية في عملية في الوفد المشكل لهيئة التفاوض واللجنة الدستورية، فإنها
ستسحب البساط عن ثلث الأراضي السورية. القوات قسد، نحن شئنا أم أبينا، بغض النظر عن ما ارتكبوه على الأرض أو ما قاموا به من أفعال، هم يملكون 30% من الأراضي السورية، يمتلكون جيشا يعني حسب المعلومات ما يقارب من 60,000 مقاتل مزود بكل وسائل الأسلحة المتطورة. فبالتالي يمكن إضعاف موقف النظام من جهة، والتفاهم الأمريكي الروسي التركي في هذا الموضوع بعملية جلب قوات البيشمركة من كردستان العراق، البيشمركة السورية يعني الأكراد السوريين الموجودين في أربيل، بإشراكهم في العملية وتسيير دوريات مشتركة وإبعاد خطر حزب العمال الكردستاني والطلب من عناصر حزب العمال الكردستاني الأجانب مغادرة الأراضي السورية، كل ذلك سيضعف موقف النظام. نعم طيب وكما قال الدكتور زكريا، يعني عليهم أن يتخلوا عن مشروعهم الانفصالي إذا كانت هناك نوايا بهذا الاتجاه، ويعملوا باتجاه أن تكون يعني أن يكون لهم من اسمهم نصيب، قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس سوريا الديمقراطية، أن يكون لهم اسم سوري حقيقي، ويعملوا على وديمقراطي أيضا. هذا الأمر مع بقية القوى الوطنية الديمقراطية نعم والتي ترغب بإنهاء هذه المأساة السورية والمقتل السوري. نعم سنذهب إلى فاصل أخير مشاهدينا. هل تعتبر الأجواء الحالية في سوريا مواتية لحل سياسي وإعلان تشكيل اللجنة الدستورية؟ سنحاول الإجابة على ذلك بعد الفاصل. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور زكريا، بالنسبة للواقع الذي يلف المشهد السياسي اليوم، يعني كيف تنظر إليه؟ وهل هو يعني مواتي لتحقيق أي تقدم؟ طبعا نحن بدنا ننظر لجانبين، ننظر لجانب النظام وجماعته إلى آخره من كل النواحي، وننظر للطرف الآخر. اليوم النظام دخل بإشكالات كثيرة، في هناك ملاحقات دولية جنائية لأقاربه وزمرته والطبقة الأولى اللي ارتكبوا جرائم، في هناك حصار اقتصادي وأزمة وقود وإشكالات كبيرة جدا، في هناك حالة من الإشكال أو التمرد، أو لا يرتقي للتمرد، لكن في مشكلة حقيقية. في هناك انسحاب لأبرز وأول قوة ساندت النظام اللي هو الإيرانيين، مش انسحاب الآن يعني انسحاب حي مادي، لكن في ضغوط دولية لإبعادها بشكل مطلق، وأعتقد حتى الروس مع هذا الموضوع. الظرف اللي عند النظام ما بيساعده إلا يعني إذا مورس أيضا ضغوط، مزيد من الضغوط حقيقة، ضغوط دولية، ممكن يكون يعني الظرف مهيأ لحل ما. بالنسبة لقوى الثورة والمعارضة، فأي حل طرح تحت سقف القرارات الدولية فكان في استعداد. من المرة الماضية كان في يعني موضوع اللجنة الدستورية والأسماء والقائمة وما شابه ذلك، كان في استعداد لهذا الموضوع، حتى في الموضوع العسكري، حتى في المواضيع الأخرى. فممكن لهيك إذا كان في جدية اليوم، يعني بظل العقوبات الإيرانية وتقليم القوى الإيرانية في المنطقة، فإذا كان في جدية دولية بي 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 من أجل حل، ممكن ينضج حل، لا سيما أنه أيضا ملف داعش تقريبا انتهى من المنطقة، اللي هو الذريعة اللي كان دائما عم ينحكى فيها بطريقة أو بأخرى. فالآن الظروف، لا أنا أعتقد ممكن يكون في الآن ظروف موضوعية، النظام في عدة ضوائق وإشكالات داخلية، الظرف الإقليمي، الظرف الدولي إلى آخره، مواقف الأمريكية من سواء يعني قانون قيصر والعقوبات على النظام، العقوبات على إيران، كل هاي الظروف أعتقد بتساعد، يعني نعم. أنا أعتقد ممكن يكون في خطوات ما. طيب لو ربطنا بين الأحداث قليلا سيد محمود نجار، يعني التصعيد الحاصل في الشمال السوري، يعني كيف سيؤثر على الملف السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية وما إلى ذلك؟ التصعيد الحاصل سيؤثر على كل العلاقات الدولية،
ليس على فقط على الملف السوري، يعني المجتمع الدولي لم يعد يتحمل مزيدا من اللاجئين، تركيا لم تتحمل مزيد من اللاجئين، فبالتالي هذه المسألة يجب أن يتم العمل على الخلاص منها والانتهاء منها. فعملية الربط أصبحت موجودة وكاملة ومتكاملة، فالعقوبات المفروضة على إيران بدأت تأخذ حيز النفاذ، عملية تقليم أظافر إيران في المنطقة بدأت تأخذ مجراها من قبل الأمريكان ومن قبل الدول التي تكون في صف القوات الأمريكية والرأي الأمريكي. حتى الأتراك نفسهم، يعني هناك مقايضة تجري الآن من خلف الكواليس من أجل، يعني تركيا تستورد النفط من إيران، والعقوبات التي تفرض على إيران ستمنع النفط عن تركيا، وبالتالي سيتم تأمين النفط التركي عبر الاتفاق مع قسد وقوات سوريا الديمقراطية لتوريد النفط الموجود في الشمال السوري إلى تركيا وتأمين احتياجاتها من هذه العمليات. نعم كل هذه العمليات تدخل مع بعضها البعض لتشكل أن الحل يجب أن ينتهي ويصل إلى هذه المصاف وتشكيل اللجنة الدستورية والانتهاء من طب المنطقة إذن ما الذي يعيق بشكل حتى الآن إطلاق يساعد هذا على، الحل السياسي أو حتى تشكيل اللجنة الدستورية؟ لما أسمع ما كنت أقول قلتي، لك ما الذي يعيق إطلاق الحل السياسي أو حتى تشكيل اللجنة الدستورية؟ هي عملية التفاهمات التي تجري بينهم، هي ليست مشكلتنا نحن، المشكلة هي مشكلة هذه الدول والحصص التي تريد الوصول إليها في هذه المنطقة، لأن منطقة سوريا، يعني سوريا هي موقع جيوسياسي مهم لكل دول العالم، إن كان على الأرض وإن كان في السماء وإن كان في الثروات وإن كان في طبيعة المنطقة، وتاريخيا سوريا لها موقع جيوسياسي مهم، وهذه لعنة الجيوسياسية التي نراها الآن وهذا التكالب الذي يجري على الأرض السورية. نعم فبالتالي يعني عملية الحل والتسريع بهذا الحل والتفاهمات التي تجري بين هذه الدول على أن تسرع هذا الحل ويصلوا إلى ما يريدون وينهوا هذه المقتلة السورية التي نحن نشاهدها ويشاهدها كل العالم وبصمت. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد محمود نجار، عضو الهيئة السياسية لحزب الشعب الديمقراطي السوري، كنت معنا من فيينا، وأيضا كل الشكر لك دكتور زكريا ملحفجي المحلل السياسي لمشاركتك معنا طيلة هذه الحلقة. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا، نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج ثنايا الخبر، إلى اللقاء.